هذه السلسله تلقى الاولى وتقدم بن خده العربي تقدم تلقى الاولى. بنقدم زواوي محمد يتقدم في القطع. نطلب مقدم الإدامي الشرقي تقدم تلقى الأولى. تقدم لبني رشيد تقدم الدقة الأولى. نطلب مقدم البواب بادي عجلالي تقدم تلقى الاولى. ومن السريري احمد يتقدم تلقى الاولى. نطلب مقدم قاسم الافتتاحي تقدم تلقى الاولى.
رقم تلقى الاولى. زين نبيل تقدم تلقى الأولى. نتائج السلسلة الأولى من الطلقات. صرفت المقدم بن خدال عربي 18.50. صرفت المقدم الزياوي محمد 16.50. صرفت المقدم ميداني الشرقي 13.50. صرفت المقدم ميداني رشيد 18.50. صرفت المقدم البهبادي عبد الجليل 19.50. صرفت المقدم السميري احمد 12.50. صرفت المقدم عبد الفتاح قاسمي 10 نقاط. صرفت المقدم الشعبي عمر 14.50. وصرفت المقدم نبيل مزيان حصلت على 13.50. بعد قليل نمر الى السلسله الثانيه من الطلقات. تطلبوا مقدم العربي بن خطا تقدم تلقاء الثاني. الزواوي محمد تقدم تلقاء ميدان رشيد تقدم تلقاء الثاني.
الوردي الجديد تقدم للمنطقة الثانية. القاسم عبد الفتاح تقدم الطلقة الثانية. الفرقة الموالية مقدم الشعبي عمر تقدم الطلقة الثانية. مقدم مزيان لبيب تقدم الطلقة الثانية. إليكم نتائج السلسلة الثانية من الطلقات. صربة المقدم بن خدال عربي 16.50، صربة المقدم زواوي محمد 14 نقطة، صربة المقدم ليداني الشرقي 15 نقطة، صربة المقدم ليداني رشيد 13 نقطة، صربة المقدم البعبادي عبجاني 19 نقطة، صربة المقدم السلامي أحمد 12 نقطة، صفة المقدم عبد الفتاح قاسمي 12.50، صفة المقدم شعبي عمر 13.50، وصفة المقدم نبيل مزيان 13 نقطة. محمد زواوي يتقدم الطلقة الثالثة.
الجمهورية المحكمة المحدودة من الشرقي تقدمت مقدمتها. قدم لدامي رشيد تقدمت لقاء الثالثة. قدمت لقاء التاسع. تقدم السيناري حمد تقدم في القطعة الثالثة. قاسم عبد الفتاح تقدم في القطعة الثالثة. مقدم الشعب عمر تقدم تلقى الثالثة. من مزيان نبيل تقدم في القطعة الثالثة. إليكم النتائج السلسلة الثالثة من الطلقات. صرفة المقدم بن خدال عربي 14 نقطة. صرفة المقدم زواوي محمد 14 نقطة. صرفة المقدم لدامي الشرقي 13.50. صرفة المقدم لدامي رشيد 15.50. صرفة المقدم البعبادي الجاري 17.50. صرفة المقدم السميري أحمد 13.50. صرفة المقدم عبد الفتاح قاسمي 12 نقطة. صرفة المقدم الشعبي عمر 12.50. وصرفة المقدم نبيل مزيان 11.50. إليكم النتائج النهائية لمباراة الفتح بن صالح وليبيا. المرتبة الأولى البعبادي عبد الجليل. المرتبة الثانية بن خدال عربي. المرتبة الثالثة لدامي رشيد. المرتبة الرابعة زواوي محمد. المرتبة الخامسة لدامي الشرقي. المرتبة السادسة شعبي عمر. المرتبة السابعة نبيل مزيان. المرتبة الثامنة سمير أحمد. والمرتبة التاسعة عبد الفتاح قاسمي.